السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب جماعه تكونوا بخير وفي احسن حال. درس النهارده ان شاء الله درس مختلف كالعاده، وان شاء الله يكون درس بسيط. تخيل معايا كده، الدرس اللي قدامك ده معمول في خطوتين ثلاثه بس. والله زي ما بقول لك، خطوتين ثلاثه بس. هتقول لي ازاي؟ هقول لك يلا بينا نخش على طول سريعا كده، مش هنطول. هنفتح فوتوشوب بتاعنا بالشكل ده، هنبدا نختار المقاس. مثلا خلينا نشتغل على المقاس ده اللي هو 2000 في 1700 في ريزوليوشن 100، وادوس هنا كده يبدا يفتح لي المقاس. خليني الم المقاس شويه معلش كمان عشان يبقى معايا بالشكل ده. طيب اول حاجه شايفين حتى الملحقات بتاعه الدرس يعني حاجات بسيطه جدا. تمام، مبدئيا يعني الفكره يعني هي بصراحه مش فكرتي، بس انا كنت شفتها قبل كده في موقع بنترست. يعني ما كنتش فاكرها قوي، بس قلت انفذ حاجه كده والله كنت قاعد بتسلى، فايه حسيت ان الدرس هيكون بسيط وهيفيدكم ان شاء الله. فخلينا اخد الصوره بتاعت بيبسي دي، حملتها من جوجل على طول كده. هدوس دبل كليك على الباك جراوند، هبدا اجيب الماجيك كليك كده، هشيل الباك جراوند البيضة، وممكن ما اشيلش اللي تحت مش مشكله. بعد كده ادوس كليك يمين وهعمل كونفرت، قلنا عشان ما تبكسلش. هاخد معايا الصوره بالشكل ده، كنترول تي عشان ابدا اعدلها مثلا بالشكل ده. هكبر الصوره شويه. تمام، كل اللي انا عملته جيت عند باك جراوند هنا، جيت عند النقطه المدوره دي ودوست سوليد كلر، واخدت من الهويه البصريه بتاعه بيبسي وغمقتها على الاخر بالشكل ده. طيب كل اللي انا عملته كمان في العلبه، طبعا في ابيض ممكن انزل كده اللي هو الابيض اللي على اليمين والشمال. طيب كل اللي انا عملته جبت البرايتنس كده ودوست كنترول الت جي عشان ادخل البرايتنس جوه، ورحت مقلل كده على اساس ان انا اغمق الموضوع كله. تمام، وبعد كده جيت هنا على المربع الابيض اللي انتوا شايفينه ده، دوست كليك كده بالماوس وكنترول اي عشان اعمل ماسك. بعد كده جبت الفرشه او البراش وسودت كده، يعني انا خليني اسود العلبه كلها تاني معلش. تمام، بعد ما سودت اهو، لو جبت الاستيكه كده بالراحه خالص الخفيفه وقللت الفلو مثلا، وهبدا امسح الاماكن اللي هي فيها لايت اصلا ابيض من هنا كده اهو. تمام، كمان ممكن الجزء اللي فوق ده كله امسح بالشكل ده، كمان اللوجو ممكن اظهره بالشكل ده. انا كل اللي انا عملته غمقت بس الازازه من النص. تمام، والحاجات المهمه ما عملتش فيها اي حاجه. طيب كل اللي انا عملته وقفت عند الباك جراوند وعملت كرييت او نيو لاير كده، وجبت البراش. تمام، خدت اللون مثلا اللي هو ده او ده، وعطيت كليك كده، ورحت داس كنترول تي عشان اخليها يكون طويل شويه بالشكل ده، وخليتها تحت اللايت اللي موجود في العلبه نفسها. تمام، وقفت عليه كده دوست الت وشديت عشان اعمل كوبي من اللاير اللي هي بتاعه اللايت دي، وخليتها فوق خالص بالشكل ده، وقمت حاططها فوق الازازه، ورحت جاي هنا عامل سكرين، ورحت مقلل الاوبيسيتي بالشكل ده. هحاول المه كده، كمان الاثنين لايت ممكن نلمهم شوية بالشكل ده. كل اللي انا عملته دوست الت عشان اخد كوبي من اللايرين بالشكل ده. تمام، هما كده المفروض ان هما فوق، هنزل واحد منهم تحت بالشكل ده اهو، على اساس ان هي تديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب رحت على الصور بتاعتي، الصورة دي انا حملتها من شاتر ستوك، خليني اطلعها فوق بالشكل ده اهو. اكبر عشان انا كل اللي محتاجه بس الشكل الدائري الموجود بتاع الاستاد ده. هاجي هنا كده هختار الدايره وهعمل سيلكت على الجزء المفروض اللي هو ده اهو، كنترول جي عشان اخد كوبي بس من الجزء ده. تمام، وهبدا اعمل كونفرت الاول، وكنترول تي عشان ابدا اصغر الشكل ده اهو. تمام، ممكن كنترول تي وهعكسه الناحية التانية بالشكل ده، هيديني شكل ألذ يعني. كنترول تي وبعد كده الورب، وهبدأ هظبط في الشكل ده كده. تمام، طيب كل اللي هعمله هاجي هعمل نيو لير كمان، هجيب البروش، ممكن اخد من نفس الدرجة دي بس هفتح شوية، وهعمل كليك كده عشان يديني الشكل ده.
طيب هرجع للصور اللي معايا، هاخد الشكل بتاع السموك كده، هخليه يكون ظاهر شوية من على الجنب بالطريقة دي كده، تمام. وممكن بالاستيك احذف اللي على الشمال ده، واحذف كمان حواف كده، تمام. وهاخد الت كده، هعمل منه كوبي بالشكل ده، تمام. هتبقى حاجة بسيطة قوي يعني، متبقاش اوفر، تمام. خليني كمان اللايت اللي انا عملتها ورا دي هحاول افتحها شوية، بس مش زيادة يعني، اهو تبقى حاجة بسيطة قوي قوي قوي، تمام. هرجع للصور اللي معايا وهشوف انا معايا ايه. معايا شكل النقط اللي كنا استخدمناها في درس روني قبل كده، هحطها تكون تحت خالص مثلا بالشكل ده، هبدأ اكبر هنا كده، وهعكسها برضو بالت، اهو تمام. هرجع برضو للصور اللي معايا وهشوف معايا ايه. معايا مثلا الشكل بتاع الورق الطاير ده، ده هخليه يكون اول لاير فوق خالص، هعمل كونفرت واصغر الصورة شوية بالشكل ده، تمام. طيب خليني اطلع فوق خالص هنا كده، وهجيب color balance وابدأ اظبط شوية في الالوان اهو، يعني خلينا اقول ان كده تمام. طيب هروح على الشاليمو دي، تمام، هشدها معايا كده، دي هخليها تكون تحت الكنز نفسها، هعكسها بالشكل ده، هعمل كونفرت، اكبرها شوية، هدوس كنترول يو، هخلي ساتوريشن سالب 100% يعني، عشان يكون لونها ابيض بالشكل ده، تمام. هاجي اقرب كده بقى، وهجيب البين تول عشان اعمل شكل لايت يكون خارج منها يعني، هرسمه كده معايا بالشكل ده، كنترول انتر، وبعد كده هنزل تحت اخد كوبي مثلا من الباك جراوند دي، وهشد اللي انا عملته ده لفوق خالص بالشكل ده، وهاجي عند بلور، خليني مثلا اعمل كده، وبعد كده هجيب الاستيكة، خلي الفلو مثلا 30-27 مش هتفرق، وهبدأ احذف او اخر الشكل اللي انا عملته ده، تمام. وهعمل نيو لير براش اللون ده مثلا، وهدي كليك هنا كده، هصغر شوية، هقلل الاوبسيتي بتاعته، وهعمل كوبي، هدوس الت وهسحب كده عشان اخد كوبي، بعد كده كنترول تي، وهبدأ اسحب الجزء ده، اسحبه كمان، هظبط الجزء ده كده عشان يبان بس ان هي يعني واقعية الى حد ما شوية، واللي هي النقطة دي هبدأ اصغر فيها شوية بالشكل ده، تمام. هاخد كل الكلام ده اهو بالشكل ده كمان، الت يعني خليني بس احطهم في جروب، مش هينفع جروب، همسكهم في بعض كده بالشكل ده، والت هسحبه من الناحية التانية، وكنترول تي، وهعكسها بالشكل ده. طبعا المفروض ان دي تكون تحت خالص، فهسحبها بالشكل ده بس. اظن كده يعني الموضوع يعني سهل خالص، ما فيهوش اي صعوبة، موضوع بسيط، ديزاين جميل، تمام. كل اللي انا هبدأ اعمله، هجيب مثلا الساتوريشن، هبدأ اظبط شوية في الالوان مثلا بالشكل ده، كمان لو انا حاسس ان في لايت محتاجة تتظبط شوية من ورا، ممكن اعمل كده، ودي لايت هنا كده، واكبر اللايت دي شوية اهو، هتديني شكل جميل جدا. ممكن كمان نيو لاير، هجيب البروش
تمام. خلينا مثلا اشوف السموك دي مثلا الفلو، بس خلينا اقلل يعني، خليني تبقى حاجة بسيطة قوي، مش عاجباني دي بصراحة. خلينا اجرب الشكل ده، ممكن زيادة قوي، هبدأ اقلل السايز بتاع شوية، هدي كليك هنا كده، اه ظبطت شوية اهو. طبعا الزيادة هنا همسحها بالشكل ده. طبعا البراش اللي انا عملتها دي موجود على جوجل، لو انت كتبت براش سموك فوتوشوب هتلاقي حاجات كتيرة جدا، اشكال جميلة هتظبط معاك الدنيا. هبدأ خلي الشغل كله بتاعي يكون في النص بالشكل ده، هقرب وهكتب الكلمة بتاعتي اللي هي شجع او التشجيع. طيب الكلمة انا عملتها ازاي سريعا كده اهو، هختار اي فونت يعني، خلينا مثلا الفونت ده، خلينا اقول هجيب الابيض، وهاجي هنا كده هجيب الشكل الدائري ده، وهاجي هنا هعمل بلس 12، وهنا سالب 10 مثلا او 12 برضو مش هتفرق. تمام، وهبدأ الت كده واسحب عشان اكرر تشغيل تشجيع مع بيبسي. تخيلوا انا بسجل الدرس ده الساعة 4 الفجر، يعني انا ما حسيت ان انا مش هيجيلي نوم لو ما سجلتش الدرس ده. اه والله تشجيع مع بيبسي، فتحس ان انا نعسان اصلا وانا بشرح يعني. حاجة تانية، تمام. طيب هخلي مثلا مع بيبسي دي تكون لونها مميز شوية، مثلا يكون اللون ده. تمام، كل اللي انا عملته بقى عملت ايه في الاشكال المنقطة والشغل ده، عملت نيو لاير وجيت عند البراش وجبت البراش التقيلة بالشكل ده، صغرت السايز مثلا بالشكل ده، وهاخد من اللون الاصفر صغر السايز كمان، وهبدأ ايه يعني ارسم، اعلي بس الفلو، ابدأ احط شوية حاجات كده، وبالابيض برضو هدوس الت واختار الابيض، وابدأ ايه عارفين هي حاجات يعني جايز تبان بالنسبة لكم ان هي حاجات مش قوية قوي او مش كويسة، بس ايه انا حاسس ان هي بتدي شكل للديزاين كويس. ان احنا خلاص قربنا نخلص التسجيل، عشان انا فعلا حاسس ان انا يعني فاضل شوية وانام وانا بسجل اهو، يعني من بعيد كده تحس اني عملت شكل كويس جدا للكلمة. هبدأ اظبط الكلمة بالشكل ده، تمام، وبعد كده هقف عند اول لير فوق، وهنزل عند اخر لير تحت وشيفت كده عشان اعمل سيليكت على كله، والت وسهم فوق، وبعد كده كنترول ايه عشان اعمل ميرج. طبعا كل اللي انا عملته ان انا خدت كوبي من كل الليرات دي، بس الليرات بتاعتي تحت، على اساس ان انا حبيت ارجع واعدل اي حاجة يبقى متاح معايا كل الكلام ده. هروح عند الكاميرا رو، هنبدأ نظبط شوية حاجات بقى في الالوان. طبعا زي ما قلنا كتير قبل كده ان دي حاجات مش ثابتة، دي حاجة على حسب العين وبتفرق بين ديزاين والتاني، على حسب الكالر مود اللي انت هتشتغل عليها. طبعا ممتاز، يعني خلينا نبقى متفقين ان الديزاين ما خدش كام خطوة، تمام. مع ان انت ممكن لو شفت اول مرة ايه ده ازاي وبتاع، والديزاين لا هياخد وقت وصعب بالتنفيذ والكلام ده، لا انا مش حابب اعقد لك الموضوع خالص، حابب ان انت تاخد المعلومة بكل بساطة. هدوس اوكي وهبدأ اشوف كده الفرق، طبعا فرق شاسع جدا جدا جدا. بس وبكده نكون خلصنا، يا رب يكون عجبكم، استنى رأيكم واشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.